كابتن اسامه، يمكن الكابتن بلال وكابتن علاء ميهوب وكابتن اسامه كلموا على ان عبد الحليم بسيوني او فرقه طلائع الجيش قدرت تجرنا لاسلوب اللعب اللي هو يريحهم، لعب الكرات الطوليه، لعب الكرات العاليه، سهلت الماموريه على مدافعي طلائع الجيش، صعبت الماموريه على مهاجمي النادي الاهلي، وخصوصا بعد خروج بواليا. طالما زي ما كابتن بلال قال، طالما انت ابتديت تعتمد على الاسلوب دوت، يبقى على الاقل جنب بواليا نزل واحد تاني، يعني مثلا نزل مروان محسن، طالما هو ده الفكر بتاع اسلوب اللعب الشوط التاني. ولكن اللي حدث ان انت سهلت الامور على فرقه طلائع الجيش، ضيعت الشوط التاني بدون هجمه خطر، حتى يعني زي ما قالوا الكباتن بنسبه كبيره ممكن تجيب منها هدف. كان اللعب عباره عن كرات طوليه، كرات عاليه جدا في المتناول، وده مش اسلوب لعب النادي الاهلي. بص يا كابتن ايمن، يعني قبل ما نتكلم عن اخطاء موسيماني، وبالفعل موسيماني النهارده اخطا خاصه في الشوط الثاني وفي التغييرات، في لعيبه النهارده مقصره، وهنقول النهارده اسباب تعادل النادي الاهلي. لكن قبل ما نفند الاسباب، النهارده انا فين حقي كنادي اهلي النهارده وانا بلعب المباراه؟ صحيح. لما النهارده بتتكلم في تعادل في وقت حاسم في بطوله الدوري، ويبقى ليا هدف ملغي صحيح بنسبه 100%. مظبوط. يا ريت الاستاذ برجاوي يجيب لنا بس اللقطه بتاعت الهدف اللي كابتن ابراهيم نور الدين ما راحش للفار ولا الفار استدعاه، علشان نتكلم في النقطه دي. ماشي. علشان بس قبل ما نتكلم عن اخطاء موسيماني واخطاء لاعبي النادي الاهلي، النهارده الرجل الثابته اسلام جمال للاعب طلائع الجيش، يا ريت تشيل الخط الازرق والاحمر كمان. النهارده الرجل اليمين الثابته على خط المرمى، الرجل الثانيه الشمال مفروده وداخل المرمى. مفروده كامله. كامله. النهارده كامله. وخلي بالك ايه اللي جاب الكوره برضو، عشان نقول للساده المشاهدين، انت اخر حاجه في رجلك وش الرجل. فانت رجلك كامله دخلة. مفروده دخلة كاملة. وداخله جوه الجول. اخر حاجه جبت بيها الكوره وش رجلك. أيوة. ده عدى الخط مسافه كمان. بص يا كابتن ايمن، عشان تعرف ان النيه مبيته، النهارده لو ما يكون لعبه زي دي لازم النهارده يتوجب على حكم الفار انه يستدعي الكابتن ابراهيم نور الدين، ولازم اللعب يقف، ولازم يشوف اللعبه بنفسه، ولازم دي اللي تستدعي ان انا واقف اللعب النهارده. تخيل لعبه زي دي هدف صحيح بنسبه 100%، بعدها ب 20 ثانيه ولا 10 20 ثانيه، ده 5 ثواني. قال لك اللعب يكمل وما وقفش ثانيه. قبلها كان في لعبه ركنيه وقف اللعب، وقف حوالي دقيقه او دقيقتين، وكابتن ابراهيم نور الدين وقف في نص الملعب، خد اللقطه وخد الكاميرات وخد الشو بتاعه وما عرفناش هو واقف ليه بتاعه. وبعد دي تيجي اللي بعدها لعبه دي وما تتحسبش النادي الاهلي. انا بقول لك ان هي مبيته ليه؟ النهارده بالكابتن ابراهيم نور الدين وحكم الفار لو استدعاه وراح عشان يشوف اللعبه واللعب وقف وخد دقيقتين ثلاثه، هقول لك الراجل رجع للعبه وفي نيه سليمه، لكن باللعبه دي يبقى في نيه مبيته النهارده. معاك في دي، معاك النهارده في النقطة دي. ما انا بقول لك خلي بالك في نقط مهمه قبل ما اتكلم عن اخطاء موسيماني النهارده كانت موجوده. ايوه. اللي ادت للتعادل، والنهارده كان في لعيبه مقصره في بدايه المباراه، لكن النهارده اديني حقي. النهارده تخيل بطوله دوري من اول مباراه في الدوري بتلعب وادي دجله بتخلص بالتعادل وليها ركله الجزاء. ايوه. كل مباراة ليها ركلة جزاء أو هدف صحيح ملغي، وكمان المباريات اللي بكسبها بالثلاثة وأربعة ليها هدف وهدفين ما تحسبوش. لا، وكورة زي دي حتى لو في أنت مش في أحسن حالاتك، أنت ممكن تكسب بالجول ده. ما أنا بقول لك النهاردة، يعني علشان النهاردة إحنا ما بنبررش النهاردة، يعني ضيع نقطتين يعني ممكن يكونوا هما سبب خسارة الدوري النهاردة. أيوة. أو الأمور اتصعبت بشكل كبير. أيوة. لكن قبل الأمور دي كلها اديني حقي، علشان النهاردة لما ننتقد موسيماني وننتقد اللعيبة نقول إن عندنا في تقصير في الحته الفلانيه. برغم ده كله انت النهارده، وكمان في لعبه تانية بتاعت اجاييه في الشوط الثاني، الكره اللي اتعملت بالعرض وهو بيحط دماغه فيها واسلام جمال رافع رجله. أي. النهارده برده اتحسب السنه اللي فاتت ولا قبلها برده ركله جزاء لاحمد فتحي مشابهه لنفس اللعبه دي برده. احنا هيكون معانا كابتن نصر عباس هيكلم في كل النواحي التحكيميه. النهارده لما بنتكلم بقى عن اخطاء موسيماني، دايما الشوط الثاني هو ده الشوط اللي يخلي اللعيبه تفوق في الملعب. أيوة. يبقى عندك شراسه هجوميه. الشوط الثاني ما شفناش الموضوع ده. مظبوط. وانت النهارده بتقرب المباراه، كل دقيقه بتقرب اللعيبه بيبقى عليها ضغط. اللعب في الشوط الثاني بقى نمطي، النهارده بقت الكرات الطويله مش لعب النادي الاهلي، حسين الشحات من ناحيه اليمين وعلي معلول من ناحيه الشمال، وبدانا نعمل الكرات الطويله. صحيح. مين قدام في ال 18؟ مروان محسن، هتلاقي صلاح محسن،
طاهر محمد طاهر المفروض يلعب على الطرف، دخل كمان في ال 18، فبقى عندك كسف. طب الكره الثانيه حتى اللي بتترد كانت لمين؟ مفيش حد. النهارده انت فقدت نص الملعب بخروج ديانج. الحاجه الثالثه اللي كانت مهمه، لما يبقى عندك تكتلات دفاعيه ورا، طلع جيش بيلعب بالشكل ده، ايه الكره الصعبه اللي تيجي للمدافع؟ الكره اللي من على الجناب، ان انا اوصل على الخطوه اعملها. النهارده ليه؟ في استغلال. موسيماني كان عمل تغيير قبل كده في مباريات كتير، لما كان بيحط محمود وحيد وقدامه علي معلول وبيعمل جبهه، كان ممكن النهارده التغييره دي تجيب ثمارها لو محمود وحيد تحت وعلي معلول قدامه، تعمل جبهه في المكان ده تقدر تشتغل فيها. صحيح. النهارده دي ما كانتش موجوده. النهارده كمان وانا قاعد بتفرج، الروح بتاعه اللعيبه والوقت بعدي دقيقه في دقيقه وخلاص، بقى 10 دقايق، بقى 5 دقايق، بقى 3 دقايق، مش شايف الروح القتاليه في الملعب. ان انا عايز النهارده فاضل 5 دقايق والدوري ممكن يضيع، فدي ما حسيتهاش قوي بشكل كبير. يعني لعيبه النادي الاهلي لعبت موسم طويل، اسعدت جمهور النادي الاهلي في وقت صعب جدا، ببطولتين افريقيتين في وقت صعب، في زمن قياسي، في ثالث كاس عالم، في بطوله سوبر افريقي، في كاس مصر. لكن دايما جمهور النادي الاهلي طماع، انك انت لما بتلعب على كل بطوله بتلعب علشان تاخدها، خاصه ان بطوله الدوري دي انا هرجع وكنت اكرر تاني ان من اسهل البطولات اللي كنت ممكن تاخدها، خاصه انك انت في مباريات سهله كتير ضاعت مننا. يعني لما تخسر من المحله في المحله، تخسر من سموحه، تتعادل مع الجونه، تتعادل مع البنك الاهلي رايح جاي، تتعادل النهارده مع طلائع الجيش، بيراميدز الماتشين رايح جاي، فبالتالي يعني بالتعادلات والخساره دي يبقى الدوري كده مش حاببنا، وهيبقى الامور فيها يعني صعوبه جدا.